السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الأكارم إلى نشرة جديدة من قناة المكلا المحلية، والبداية مع أبرز العناوين. المحافظ البحسني يلتقي إدارة نادي شعب حضرموت ويدعو إلى التمثيل المشرف في الدوري العام. استمرار الوقفة الاحتجاجية لموظفي مكتب الضرائب بساحل حضرموت. وصول باخرة إماراتية خامسة إلى ميناء المكلا تحمل مشتقات نفطية لدعم محطات كهرباء ساحل حضرموت. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأكارم. البداية إلى العاصمة عدن، عقد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي اليوم بالعاصمة عدن اجتماعا ضم نخبة من الاستشاريين والخبراء الاقتصاديين. وخلال الاجتماع ناقش الرئيس الزبيدي مع الاستشاريين والخبراء الاقتصاديين الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تمر بها البلاد والمقترحات والآليات والسبل الكفيلة بمعالجة الأوضاع وبما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين وتبعات ذلك الانهيار. وفي سياق آخر ناقش رئيس المجلس الانتقالي مع اللواء علي قاسم طالب مستجدات الأوضاع العسكرية في الجنوب، كما أشاد الزبيدي بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في محافظة أبين في حفظ الأمن والاستقرار وحماية مصالح مواطني المحافظة. إلى ذلك ثمن الزبيدي الدور الهام الذي تلعبه شرطة السيرة في مساندة الحملة الأمنية بالعاصمة عدن وتنظيم حركة المرور، بالإضافة إلى جهودهم في ضبط المخالفين. عثرت قوات القطاع السادس للحزام الأمني على عدد من القذائف المختلفة في منطقة صلاح الدين غرب العاصمة. وصرح قائد القطاع السادس حسين قطان أن قوات الطوارئ بالقطاع عثرت على 32 قذيفة مرمية بالقرب من سور الفردوس في صلاح الدين. هذا ونقلت المقذوفات إلى مقر القطاع السادس ليتم تحويلها إلى المركز الرئيسي لقوات الحزام الأمني بمعسكر الشعب في العاصمة عدن. التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني يوم أمس رئيس شعبة التوجيه المعنوي العميد صالح المعري وضباط وأفراد شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية. اللقاء ناقش خطة الشعبة في العام المقبل بما يضمن تحسين أداء الشعبة وعكس أنشطة المنطقة العسكرية الثانية والمهام التي تقوم بها لحفظ الأمن والاستقرار بمديرية ساحل حضرموت. إلى ذلك التقى محافظ حضرموت بمكتبه اليوم بالمكلا رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي شعب حضرموت الرياضي. وأشاد المحافظ البحسني بالمستوى الذي ظهر به فريق كرة القدم في المعسكر الإعدادي بمدينتي تريمة وسيئون مؤخرا، وشدد المحافظ على ضرورة التمثيل المشرف في التجمع النهائي للدوري العام، كما أكد على دعم واهتمام قيادة السلطة المحلية بالنادي والأندية والرياضيين. إلى ذلك استعرض رئيس النادي الكابتن عامر بن مرضاح جملة النشاطات التي تعتمل في نادي شعب حضرموت والإنجازات التي تحققها في عدد من الألعاب الرياضية. تمكن أفراد محور الضبة بالمنطقة العسكرية الثانية مساء أمس من القبض على امرأة بحوزتها مادة الحشيش المخدر في مديرية الشحر متوجهة إلى شرق المحافظة. وقال قائد النقطة أن عملية التهريب ليست الأولى، مشيرا إلى تمكن نقطة مواقع محور الضبة من القبض على المهربين والمروجين للمواد الممنوعة. هذا وأكدت قيادة محور ضبة أنها لن تتهاون في أداء واجبها الأمني والضرب بيد من حديد في مكافحة تهريب الممنوعات. أقيمت بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت ورشة عمل استهدفت كوادر مركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين بالمكلا والإدارات المدرسية وصفوف الدمج بمدارس التعليم العام. وقدمت في الورشة 4 أوراق عمل عن دمج المكفوفين في المدارس وعن الوسائل التعليمية للمكفوفين ودور الأخصائي النفسي ومهامه في مركز ذوي الاحتياجات الخاصة وعن الخصائص اللغوية والأكاديمية للصم. وأثريت الورشة جملة من الملاحظات والمقترحات الهادفة التي تصب في مصلحة تحسين مستوى الأداء والارتقاء بجودة التعليم بمركز النور وصفوف الدمج.
عقد المدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل بمعية مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت سالم العبثاني اجتماعا لمناقشة أوضاع الحدائق والمتنفسات العامة بمدينة المكلا. وفي الاجتماع تم مناقشة تصحيح بعض العقود السابقة ومراجعتها من الناحية القانونية وتطوير أدائها نحو تقديم خدمة أفضل للمواطنين. وفي سياق آخر، عقد مدير عام مديرية المكلا الاجتماع الدوري للمكاتب الخدمية بالمشاريع التي تمولها المنظمة الدولية يونبيس، واطلع الاجتماع على المعوقات التي تعترض سير العمل بمشروع رصف منطقة كورنيش المحضار ومشروع رصف الشارع العام بمنطقة السدد، بالإضافة إلى مشروع سفلتة الخط الرئيسي بديس المكلا. وإلى الشحر، دشنت بمديرية الشحر مشروع الدعم الطارئ لتحسين سبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر ضعفاً الممول من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، توزيع معدات زراعية لأكثر من 1700 مستفيد. وتوزعت المعدات الزراعية للفلاحين التي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالشراكة مع مؤسسة إيمار للتنمية على عدد من المراكز، وهي مركز الشحر والحامي وعرف والحقلة وحقب والبرح. نظم موظفو مكتب الضرائب بساحل حضرموت لليوم الثاني على التوالي وقفة احتجاجية أمام مكتب الإدارة اعتراضا على قرار محافظ حضرموت بإقالة نائب مدير المكتب سامي بايماني. وعبر الموظفون عن تضامنهم الكامل مع النائب سامي بايماني باعتباره أحد الكوادر الذين يمتلكون خبرات في مجال تخصصه، مؤكدين على استمرار الوقفة الاحتجاجية حتى يتم النظر في القرار واستعادة النائب السابق في عمله كنائب للمدير العام. وصلت إلى ميناء المكلا مساء أمس الباخرة النفطية السمحة حاملة على متنها أكثر من 7000 طن متري من مادة الديزل مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة كدفعة خامسة دعما لقطاع الكهرباء بساحل حضرموت. وأشادت مؤسسة الكهرباء بالدعم الإماراتي المتواصل للمحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيرة إلى أن عدد محطات الكهرباء المستفيدة من المنحة الإماراتية تبلغ 13 محطة تعمل بمادتي الديزل والمازوت. وصلت مساء هذا اليوم الباخرة السمحة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وتحمل على متنها 7000 طن من مادة الديزل ومقدمة دعم للكهرباء، ونشكر دولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها على دعم اليمن ومحافظة حضرموت بالخصوص. نتقدم بالشكر لأشقائنا وأخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لما يقدموه من دعم لسكان محافظة حضرموت في مجال القطاع الكهربائي بدعمهم بالمحروقات، ونتمنى آملين بأن تنتهي هذه المشكلة في المستقبل العاجل وأن يستمر هذا الدعم المتواصل. وصلت مساء هذا اليوم الباخرة الخامسة التي تحمل على متنها 7351 طن متري من المحروقات لدعم كهرباء محافظة حضرموت مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي. والآن مشاهدينا الأكارم ننتقل وإياكم إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية. في ختام هذه النشرة مشاهدينا الكرام نذكركم بأبرز العناوين. المحافظ البحسني يلتقي إدارة نادي شعب حضرموت ويدعو إلى التمثيل المشرف في الدوري العام. استمرار الوقفة الاحتجاجية لموظفي مكتب الضرائب بساحل حضرموت. وصول باخرة إماراتية خامسة إلى ميناء المكلا تحمل مشتقات نفطية لدعم محطات كهرباء ساحل حضرموت. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه النشرة، تحياتي وتحيات طاقم العمل، في أمان الله.